ازيكم ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى انا هنا عند ست الحبايب، رحت طبعا عشان اسلم على امي، والنهارده احنا بايتين برضو عند امي. ماشي. فرايحين فين دلوقتي احنا بقى؟ ورابنزل. بصوا وريهم شعرك يا رابنزل. بصوا، راحت لصاحبتها، عندنا واحده سودانيه في الشارع صاحبه مريم، وراحت عملت لها ايه الشعر الجميل ده. بصوا طويل، عملته طويل. المهم يا بنات، احنا دلوقتي رايحين شارع الفجاله، هنشتري حاجه المدرسه، ولو عرفت اصور لكم هناك في الفجاله، وهعرفكم برضو هنركب ازاي عشان الناس اللي حابه تروح وبتقولي يا نوجه نركب ايه. انا واخده ست حبايب معايا، شباب ما بعرفش الصراحه الطريق، هي هتعرفنا وهعرف لكم الاسعار علشان ان شاء الله لو حابين تروحوا تشتروا بالجمله. ده المكان اللي بجيب منه كل سنه بالجمله، باسعار الجمله لاولادي كل سنه بجيب من هناك. فهنروح ونشوف الاسعار، وباذن الله لما ارجع هصور لكم، ولما ارجع ان شاء الله هوريكم احنا اشترينا ايه وجبنا ايه، وهاخدكم جوله كده في الفجاله، ويا رب اليوم النهارده يعجبكم. هفسحكم اهو معايا، عشان ناس كتير بيقولوا لي يعني يا نوجه ايه صور لنا بره شويه بقى. فالنهارده عشان كام كومنت جه، يا نوجه صوري بره، يلا نروح بقى مع بعض. واول ما ارجع هصور لكم. سلام. يا جماعه احنا كده وصلنا الفجاله عند مكتبه الوان. احنا كده في رمسيس دي اللي فيها الفجاله، شارع الفجاله كله، مش شارع واحد، اربع شوارع فيهم شارع الفجاله. هوريكم بقى الحاجات والاسعار. بصوا عند مكتبة ألوان اهي، دي أول كده شارع الفجالة من عند مش عارفة انتوا سامعيني ولا الدنيا دوشة. أنا هنشوف الأسعار والحاجة وأكلمك. الحواري دي بقى بتلاقوا فيها الحاجات الجميلة. بتبدأ وهب واحد ليكي واحد للزيار، والأوراق الملونة ليك انت والزيار. زيادة يقطعها مني. بصوا ده في الشوارع الجانبية للفجالة. ايه؟ عادة دي ملون ولا ما ينفعش في المدرسة؟ نجيب طبعا دستة رصاص، بس انا عايزاها ملونة مشكلة يعني. جماعة جبنا الكتب الخارجية، جبنا شكيل اللي هي السلك. خلصنا وهنروح نجيب الشنط، شنطة جعان ما كنتش جات معايا. لا يا شيخة ده بيبيعها لحمة رز. تعالوا بقى هننقي الشنطة لأوشا. لا دي كبيرة قوي على أوش، احنا عايزين واحدة صغيرة. تعالى الصغيرة ايه؟ الصغيرة ب 325 ومش جرارة. أوش عايزة جرارة. قلت على الشنطة طلعت ب 1000 جنيه. مريم بكام يا مريم؟ صدقتيني صح؟ كانت فاكراني بهزر، اقسم بالله الشنطة الأولى ابتدائي ب 1000 جنيه جرارة. يلا هنشوف. ركبنا عشان نروح شوارع العتبة زحمة خالص. هنا الجزء ده بيقطع، بعد كده الجزء ده يجي زي عندنا بيقطعوا النور شوارع.
هنا يا بنات حبيت اديكم نبذه كده من العتبه بقى من فوق. وهنا وقفنا شربنا عصير اهو اهو العصير عصير برتقان شفطه تلوث. ده تسلم. بص ده بتاع التمر اللي احنا جبناه. اه لا ناس هنا زي العسل ربنا يحفظهم يا رب. وجبنا من هنا شرابات وجبت بنطلون لجوزي خروج وبس. زي العتبه بقى من فوق بصوا عامله زحمه موت. وهنا الشنط يا جماعه رخيصه شويه في العتبه عن الفجاله. بس كده يا بنات يلا بقى احنا هنطلع السلم ده كله وهناخد تاكس وهصور لكم بقى واحنا مروحين. سلام. ده بقى صوره من اعلى العتبه. ده بص هنا شارع السني اهو. منطقه السني ده هنا فيه السني بقى بتاع الحاجات والشارع بتاع السبوع والكلام ده. هنا بصوا بصوا يا جدعان الزحمه والعتبه. انا مش حرمكم من حاجه والله. الزحمه ايه رايكم في الزحمه يا بنات؟ انا كده رحت عند امي. بصوا الحاجه انا جايبه حاجات اقسم بالله لو بجهز عروسه مش هجيب الحاجات دي كلها. والحاجه غاليه غاليه جدا جدا جدا. بصوا جبت ايه؟ جبت كشاكيل وجبت حاجة. طبعا الحاجات دي كلها بصوا انا مربطاها. مسطره مريم. بصوا المسطرات الحلوه دي عبد الله طبعا زياد اللي هو اسمه عبد الله يعني ومريم اللي هي رابونزل. امسكي بصوا الكشكول ده جبته هديه لبنت اختي هديهولها هنا اهو. ربما الاسباب هيئت والخير قريب باذن الله. الرساله دي يا جماعه ليكم كلكم كل حد بيتابع الفيديو ده. الرساله دي من نوجا ليكي. ماشي. بصوا ده الكشكول ده جبته ل يا بنات. الكشكول ده انا جايباه مخصوص للواد زياد. جزره وقطمع جحش بس حلوه قوي قوي قوي. الاسعار انا جبت ارخص الاسعار. اللي حابب يشوف فيديو المشتريات ده كله يكتب لي هنا يا يونس قول لهم باي. كذاب دي فلوس مزوره. هضحك عليهم. دي فلوس حقيقيه. وريني كده. طب سلفهم عشان انا فنزاتي يعني مفلسين. سلفهم خدوا يا جدعان. يلا حبايبي هقفل انا الفيديو معاكم وهنشوف اليوم هيكمل ازاي بقى. لو في تكمله للفيديو ان شاء الله هحطها لكم وهوريكم هتعشى ايه. انا هتعشى. انتوا عاملين اكل ايه؟ عاملين مكرونه. بص لسه بقى مفرجه من الحاجات دي الفيديو الجاي علشان وقت الفيديو. هروح اتعشى مكرونه اهو دي. بس بصوا بقى مريم رسالتها. كل حاجه بقى شباب دي رسالتي دي. بص اذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك. اذا عرفت الرسالة نفسك دي فلا يضرك ما قيل فيك. بس كده حبايبي يلا سلام. لا استنوا استنوا شوفوا الرساله. الرساله بتاعت زياد. رساله زياد دي عرفني تاني. بصوا دي رسالة ايه زياد. حتى عندما تمتلئ السماء بالغيوم ستشرق الشمس حتما في الجو. يعني قبضهم يعني بعد الصبر جم. بس مريم لخصت عليكم. سلام.